وقت الكلام ده دلوقتي. ايه دنيا المعزه خلصت، سعيكم مشكور. الله يرحمك يا ابو الغطريفي، صحيتني ليه يا ابو عبد الوهاب؟ كنت سيبني نايم علشان انسى انه مات. يلا يلا تمام. بقول ايه يا ابو عبد الوهاب، هو المرحوم كان موصيكم ما توزعوش سجاير حفاظا على الصحه العامه؟ المعزه خلصت. طيب هو انتوا مش هتعشوني؟ يلا بقى يلا امشوا زي الجزم في الدنيا، لا تتضربوا على قفاكوا في الاخره. كل واحد هينوبه كام من الميراث؟ هبره جامده. اقل واحد فينا هينوبه 1,000,000 جنيه. يا ما انت كريم يا رب. من بختنا ان ابنه الوحيد مات في فرنسا. انت بتحلمي، احنا مش هينوبنا الا ملاليم. ليه؟ مش احنا دلوقتي الورثه الشرعيين؟ في نظر القانون احنا ورثه من بعيد، احنا حواشي من ضمن عشرات غيرنا من حواشي، وكل من هب ودب من القرايب هيظهروا ويطالبوا بالميراث. ده غير نصيب الحكومة، يعني بعد التصفية كل واحد مننا هينوبه ملاليم. لا ده ظلم. 6,000,000 جنيه يطيروا مننا؟ يطيروا من قدام عينينا عونطة؟ مفيش غير حل واحد. ايه هو؟ إن ابنه ما يكونش مات. يعني إيه بقى؟ ابنه فريد مات وشبع موت، ولو كان عايش كان هيورث لوحده. اسمعوني بس، ابنه مات ده صحيح، لكن الحكومة ما تعرفش إنه مات علشان مات في الخارج. مظبوط؟ مظبوط. لو جبنا واحد وقف قدام الحكومة وقال أنا فريد الغطريفي هياخد الثروة كلها. يعني قصدك نجيب واحد من طرفنا ويقول انا فريد الغطريفي؟ بالظبط. وهي الحكومه بريال عشان تصدق؟ اي واحد هيقف يقول انا فريد هيقولوا له اهلا وسهلا يا سي فريد. يا ناريمان، في نظر الحكومه الانسان مجموعه اوراق، شهاده ميلاد، فيش وتشبيه، بطاقه شخصيه الى اخره. مظبوط. مادام فريد هرب لما حطوا ابوه تحت الحراسه، وبما انه مش هيرجع علشان مات، ممكن نجيب اي واحد نعمله الاوراق المطلوبه ويبقى هو الشخص المقصود. ومين اللي هيزور الاوراق دي كلها وازاي؟ سيبي العمليه دي عليا انا، الفلوس بتعمل المستحيل. ايوه بس دي لعبه خطره جدا علينا. ولا خطره ولا حاجه، وحتى لو كانت خطره، خطره عليه مش علينا احنا، لان المفروض هو اللي زور وهو اللي عمل كل حاجة. موافقين؟ أنا موافق، أنا ما عنديش مانع. طب مين الشخص اللي هيقبل حكاية زي دي؟ موجود وكل المواصفات منطبقة عليه، غلبان، محتاج، ساذج، مش طماع، ومقطوع من شجرة. يا شعبان شعبان، ايه متولي؟ انت عملت ايه يا شعبان؟ عملت ايه في ايه؟ وفين الاصلاح مزعبب ولا هتقول الواد شعبان؟ وايه اللي زعببه؟ انت بتسالني؟ العلم عند الله. ده مسك دفتر الاباني من هنا ولا هتقول الواد شعبان من هنا؟ تعالى معايا. اتفضل. انت متحول التحقيق يا سيد، وهيتخصم منك نص شهر. ليه بس يا بيه؟ البهايم خاسه. وانا مالي؟ هو انا كنت باكل اكل ايه؟ انا ماليش دعوه، الاباني بيقول كده وانت مسؤوليتك الباقي. طب مش لما تبقوا تثبتوني الاول تبقوا تخصموا مني؟ ده انا موظف زهرات يا بيه. الله بلاش غلبه بقى، لما البند في الميزانيه يسمح هتثبتك. 4 سنين والبند لسه ما سمعش. اوه انت هتقلب دماغي بقى. اتفضل يا سيدي روح شوف شغلك. اللي بيحصل ده ظلم، كل يوم والتاني يخصموا مني. عايزين نصرف على اصلاح الزراعه من ماهيتي اهو. شعبان مين؟
تعالي تعالي. مش هي ولا مفيش داعي، مفيش داعي ولا. مجلس العيله عايزك لامر مهم جدا. عيله مين؟ عيلتنا. ما انا ما اقدرش اخرج دلوقتي يا سعاده البيت. بس تعالى معايا تعالى، دي في اربع ايام خاص الميه تروح كده. ولا يهمك تعالى بس تعالى. خلاص فهمت. ها قلت ايه؟ ما تتكلم يا ابني، قلت ايه؟ ورحمه الغطريفي ماني فاهم حاجه. انا عايزك تقول لي الكلام من الاول عشان انا فاهمه تقيل شويه. هتقف قدام الموثق، هيقول لك انت فريد، تقول له اه والباقي علينا احنا. اقول له اه والباقي عليكم انتم؟ كل حاجه معمول حسابها بمنتهى الدقه. انت مش كنت بتدور على 2000 جنيه؟ خلاص هتاخدهم وتتجوز خطيبتك وتعيشوا في تبات ونبات وتخلفوا صبيان وبنات، وبدل ما فلوس الغطريفي بيل يكسبها بعرق جبينه تروح تستنى في العيله. طب هو يعني المبلغ كام؟ انت مالك بقى؟ انا مالي ازاي؟ مش انا اللي هستلمها؟ مش انا اللي هورثها؟ افرض يا ابني اي مبلغ، انت مالك؟ انت هتاخد ال 2000 جنيه، الباقي مالكش دعوه بيه، ده فلوسنا احنا بقى. ايوه بس كام يعني المبلغ؟ وانت مالك يا اخي؟ يا سيدي ريحه وقول له المبلغ 6 يا شعبان. 6000 جنيه؟ لا 6 مليون. هو قال كام؟ 6 مليون جنيه. 6 مليون جنيه. 6 مليون جنيه. 6 مليون. 6 مليون. 6 مليون. وعايزين تدوني 2000 جنيه. لا لا يا عبد الجواد، لازم تزودهم شويه. خلاص خليهم 3000 ولا اقول لك 4. لا يا شيخ 4 ده كتير قوي. شوفوا يا اخواني، انا هلعب معاكم اللعبه دي بس اخد نص الورث. انت مجنون؟ لا حرام، وانتوا كمان حراميه، ومن حضر القسمه فليقتسم. لا يفتح الله، يلا ورينا عرض كتافك. صدقكم بعافيه. السلام عليكم. تعالى مخفي. سيبيه خليه يغور في 60 داهيه. نسيبه ازاي بعد ما عارف سرنا؟ لك حق. هنديلك 10000 جنيه. النص. خليهم 20000. النص. يا ابني ورانا مصاريف كتيره. النص. طب خليهم 50. النص. لا غور في 60 داهيه بقى. هو ايه اللي يغور في 60 داهيه؟ هو احنا قدامنا حل تاني غيره؟ اجري هاته ما تضيعوش. يا ابني احنا 4 وانت 1، نفرق بالعدل. النص. طب خليها التلت. النص. موافقين؟ ده انت طلعت داهيه. حتى الشهادات الدراسية شلنا منها صور فريد وحطينا بدلها صورك انت، بحيث بقيت انت فريد الغطريفي. اتفضل ادي بطاقتك يا سي فريد. بس كله لهف. لكم في عونك. المهم يعني كل حاجة سبكت يا حبيبي. انا قلت لك قبل كده الانسان قدام الحكومة مجموعة اوراق، وكل اوراقك انت سليم. لو هتدن في ملطة دلوقتي محدش هيصدق غير انك فريد الغطريفي. فريد الغطريفي، فريد الغطريفي. يلا بينا. على فين؟ على محكمة اسكندرية.
طب مش هلم حاجات الاول؟ حاجاتك ايه يا ابني؟ انت على راي المثل لا وراك ولا قدامك. يلا تعالى تعالى. فين الشهود؟ أنا عبد الجواد محمد الغطريفي. والشاهد التاني؟ ألف مبروك. الإعلام السرقت أهو. بيتهيألي بقى نخلص من الشارع عشان نستلم الفلوس. العقود جاهزة والشهر جاهز ومعادنا معاه بكرة. على خير الله. يلا بقى. كمان أنت كريم يا رب. قطعت على الاوراق كلها تمام؟ تمام يا فندم. وانتوا الفلوس اللي وصلت لكم مظبوط؟ مظبوط. فريق بيه ممكن تمضي؟ فريق بيه؟ فريق بيه؟ نعم. ممكن تمضي؟ يا ما انت كريم يا رب. مبروك. الله يبارك فيك. وهنستلم الفيلا امتى؟ بكره ان شاء الله. وباقي الممتلكات في خلال 3 ايام. على خيرة الله. السلام عليكم. مبروك. سلام. ناقصين 30 جنيه. عد فلوسك كويس. انا عددهم 3 مرات. ال 3 مليون ناقصين 30 جنيه. معاك 3 مليون جنيه لوحدك وبتدق على 30 جنيه. يلا زكاة عني وعن عفيتي اقبلوهم على عينيكم. ان شاء الله هتشتري بهم شيش تحطوه في عينيكم وتتغمسوا. ده تكون نقطة. السلام عليكم. عرفتني يا فريد بيه. راجع البلد قبل المغرب ما يدق. البلد ده انت اتجننت؟ انت تنسى البلد دي نهائي. ليه؟ ليه ازاي؟ انت عاوز ترجع بلدكم ومعاك 3 مليون جنيه؟ وهي يعني؟ شوف بقى، انا هبني مسجد، هبني مسجد وهعمل مشروع تربية دواجن وهجيب جمجموسه على معزتين واعمل اصلاح زراعي خصوصي. نكاتك الوكيل فريد بيه. بلد صغيره زي بلدكم الناس هتلاقي معاك الاموال دي كلها، مش هيستغربوا؟ ايوه طبعا هيستغربوا. انت عاوز تجيب لنفسك ولنا مشاكل؟ طب دلوقتي وخطبت؟ لا سيبك منها بقى. شوف انت بقيت فين وهي فين. لا 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 يا نريمان هانم الا دي. على كل حال انساها دلوقتي، وبعدين هنلاقيك 100 صرفة وصرفة. طب وانا هعيش فين دلوقتي؟ في مصر القاهرة. هناك الناس ما تعرفش بعضيها ومحدش له دعوة بحد. ايوه بس ما بسش. هو ده عين العقل. وانا يا سيدي هدبر لك عيشة قبها في القاهرة. انا بيتي موجود وتحت امرك. وانا جاهز وفي خدمتك. ولا بيتك ولا بيتها. بس انتوا هتتخانقهم. شوف انا عن اهلا وسهلا، انا هنزل عند نريمان هانم لغايه ما يبقى ربنا يدبرها بمعرفته. بس انا عايز اروح البلد برضه. ليه تاني؟ معلش مشوار ساعه الزمن. نوصلك ونستناك. بس اوعى تجيب سيره لحد. ايه انت فاكرنا عبيط؟ عنك. وانت فاكرنا عبيط ولا فاكرنا عبيط؟ ولا فاكرنا عبيط يعني؟ زينب يا زنوبتي. شعبان شعبان، انت كنت
كنت فين؟ ده وكيل الاصلاح سأل عليك وخصم لك 3 ايام وقال لي الراجل ده ما ينفعش يثبت ابدا. كنت فين؟ شغلتني عليك. ده انا رحت الحاره وبعدت اسال عليك، قال ايه؟ قالوا لي في قفل على الباب. وايه الشنطه دي؟ انت كنت مسافر ولا ايه؟ لا اصل انا كنت في مشوار ورايح مشوار. رايح فين؟ نازل مصر. نازل مصر؟ ليه؟ لقيت شغلانه هناك انما ايه هايله. ايه؟ تتكلم جد؟ طبعا يا زنوبتي. طب وانا؟ ما هو انا جاي لك عشان كده يا زنوبتي، انا هروح مصر يعني حرست حالي وروق الاناني وجات لك على طول. مرة واحدة؟ لا مرتين يا زنوبتي. ما تفوق يا شعبان وتصحى. مش لاقيين خلوة شقة هنا، هنلاقي في مصر. ان شاء الله يعني ان شاء الله ربنا هيسهل، بس انت مالكيش دعوة انت. طب بس انا مش فاهمة حاجة خالص. ما هو انا هشرح لك بعدين، بس اصل الوقت ضيق وفي جماعه قرايبي اللي هم شافوا لي الشغلانه بتاعت مصر دي مستنياني بره عشان نروح سوا. شعبان زين، انا عايز مني الطلب. ايه؟ عايز قشين سلف؟ قشين ايه انت الاخرى؟ امال عايز ايه؟ عايزك يا زينب ساعه المغربيه وحينما يميل قرص الشمس الدامي بين الاطلال اذكريني. فوتك بعافيه. مع السلامه يا شعبان. ما تجيبي قبله ساخنه. يو يا شعبان. طيب فوتك بعافيه يا زين. مع السلامه يا شعبان. خلي بالك على نفسك. وادي يا شعبان. اهلا 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 سعاده الوكيل. الحمد لله على سلامتك. كنت فين؟ في المقر الصيفي بتاعك؟ ايوه كنت في المقر الصيفي بتاعي، وكنت مدلدل رجليا الشمال في الميه. زينب بعتت لي تيليكس، عارف انت التيليكس؟ قالت لي الولا الوكيل زعلان. زعلان ليه يا ولا؟ ولد ما تبرقليش ولا تجزلي على اسنانك، ده احسن اخدك باللوكش على وشك. انت بيخوفي بك العيال. انت مرفوض. وانت كمان مرفوض. هتلبس جرافطه زي دي يا راجل؟ كترفت في مفاصلك. امشي امشي يا ولد، انت مرفوض. كترفت في مفاصلك. روح يا شيخ. اتفضل يا فريد بيت، اتفضل البيت بيتك. اهلا وسهلا. اهلا 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 وسهلا. اختك ست ظريفه قوي بان عليها نريمان هاني. دي شغاله. شغاله؟ ودي مش ثابته ولا زهورات. خد الشنط وحضري الحمام. بلاش الشنطه دي، مالكيش دعوه بيها خالص. طيب انا هسيبكم بقى، وبكره الصبح هجي لك، اوكي؟ مع السلامه. باي باي. باي باي. تعالى بقى اما اوريك. محمد تاخد دوش، تغير هدومك، تستريح، وحضر لك العشاء. اغير هدومي؟ اغير هدومي. الحمام جاهز يا فندم، اي خدمة؟ لا متشكر، متشكرين قوي. نعم متشكرين قوي قوي قوي. اشرب. لا انا ما بشربش الحاجات دي.
دي حاجة بسيطة لفرفشة بس. أنا خايف لا تقلب بغم. ما تخافش، طول ما أنا جنبك مش هتقلب بغم أبدا. اشرب. قد ايه يا فريد؟ قصدي من يوم ما شفتك وانت عاجبني. ده كباب؟ كباب ده؟ اه. اصلي من يوم ما طلقت جوزي وانا عايشه لوحدي. وحضرتك اللي طلقتيه؟ اه. عيني كانت زايغه، مع ان كل اللي يشوفني يقول لي مفيش احلى من كده. وانت رايك ايه؟ انا بس خايفة تنزل لك اليوز. ما تخافش، من يوم ما طلقت جوزي وانا عايشه في البيت ده كله لوحدي، مش لاقي الراجل اللي يملاه عليا. ربنا يوفقك ويرزقك بين الحلال. لو لقيته انا عبديه بعناية. حلو قوي اللحمه دي من كام الكيلو؟ اسمع يا فريد، انا عايزه اقولك على حاجه مهمه قوي. خد بالك من عبد الجواد والعيله كلها، دول ناس طماعين قوي. لا ما تخافيش عليا، بس هيدا اللحمه دي بتلو بتلو. فريد. نعم. انا شايفاك مش مستريح في القعده. تحب اشيل لك الشنطه بمعرفتي؟ لا ده انا مستريح قوي. حد يبقى قاعد على 3 مليون ومش مستريح؟ انا مش مستريح. قال انا هدخلك دنيا حقيقيه، هخليك اسعد انسان. انا عايز انام. طيب يا حبيبي. مش كده؟ بس اللحمه دي هايله متلو. صباح على خير يا غادة رشيد، ربنا كتر لنا من لحمكم. وكمان اعمل فرن اعمل فيه شويه عيش مرحرح بدل العيش ابو زرع بتاعكم ده.